أهلا بكم تأخر الحمل وتأخر الإنجاب وأيضا محاولات الحقل المجهري في فاكتور في عامل مهم جدا لازم ندرسه ونفهمه بدقة وهذا العامل يخضع لفكرة أنه في الشرق في مصر الخجل موجود وربما العادات الشرقية تمنع الحوار في هذه المنطقة بشكل فري لكن من ناحية العلمية لازم نفهم العلاقه الزوجيه كي هل تتم بشكل تقليدي منطقي طبيعي في توقيتات تسمح بحدوث الحمل ولا هي قد تكون فاكتور مهم في تاخر الحمل هل الحقل المجهري له علاقه بالعلاقه الزوجيه في مقاييس ومعايير علميه للعلاقه الزوجيه طالما الزوجين مقدمين على الحق المجهري ده برضو من الاسئله المهمه قوي يا جماعه تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الحقل المنكري واحد من المبدعين دايما في حوارهم بستمتع بالحوار العلمي مع بلا شك هو ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم استشاري الحقل المجهري واطفال الانابيب تأخر الانجاب بمراكز دار الطب واحد من نجوم عالم تاخر الانجاب اهلا بيك يا دكتور اخترت انت النهارده الموضوع ده مهم قوي لأن إحنا حتى قبل التعديل قعدت تقول الموضوع <applause> ده يعني ما حدش بيتكلم فيه كتير لان احنا الطبيعه والثقافه زي ما حضرتك قلت بتحاول ايه ما تظهرش الموضوعات دي بيعتبروها نوع من انواع الحياء او الخجل <applause> بالرغم ان احنا يعني ديننا بيامرنا ان احنا نعرف ونتعلم والسيده يعني عائشه كانت بتسال رسولنا عليه الصلاه والسلام سيدنا السلام محمد السلام. في كل صغيره وكبيره خاصه بامور النساء يعني أوه. ولنا في الرسول قدوه فطبعا احنا تملي الناس لما بتيجي تدور على تاخر حمل والانجاب تملي بتقعد تدور على الرحم والمبيض والحيوانات المنويه ومحدش خالص بيتكلم على العلاقه الزوجيه وكانه ده حاجه ملهاش علاقه بتاخر حمل اساسا او بتعتبر انه هو من الحاجات اللي عيب ان احنا نتكلم فيها أو يعني إيه أروح عند الدكتور أقول له إيه العلاقة الزوجية اللي بيني وبين جوزي بتحدث إزاي؟ أو ده بالنسبة للست بتعتبرها عيب، وبالنسبة للراجل دكتور الدكتور أيمن بيعتبرها كرامة. آه لا وأنا أروح النهاردة أتكلم على مثلا مشكلة في القصف أو ضعف الانتصاب أو في إتمام العلاقة الزوجية، فأصبح نوع الطرفين زي ما بتقول كده متراضيين إن ما يظهروش للدكتور بتاعهم. <applause> طب أنا النهاردة لو أنت زوج وزوجة مش هتظهروا هذا العامل للطبيب المعالج، طب أنتوا هتقولوا لمين؟ للأسف بقى بنضطر نروح لمين بقى للطب البديل اللي هو بقى نسال قرايبنا ونقعد بقى ناخد فتاوى يعني مش آه, عاي... يعني اه يعني بقى اللي هو نظام ايه هو وعلى فكره فتاوة كلمه الطب البديل لازم تتلغي من مفهوم الناس مفيش حاجه ما طب بديل ما الناس لغايه دلوقتي المتعارف عليه بقى يعني اه, آه, آه لازم نغير الثقافه اه هو الطب طب الطب طب, الطب طب. اه بزر. طب بتاخد بقى الطب منين بقى بنس حواليها لا ده طبيعي ده اعملي كذا ومش عارف بعد كده بتحصل كوارث في النهايه العلاقه الزوجيه هي اساس الحمل هي اساس الانجاب بدون علاقه زوجيه لو كان الجهاز التناسلي للرجل كويس جدا وبيعمل بكفاءه والجهاز التناسلي للانثى بيعمل بكفاءه وما فيش لقاء ما بين الرجل والمراه لن يحدث حمل على الاطلاق <applause> فاذا هي دي اساس العلاقه واساس تاخر الحمل واساس الانجاب هي حدوث علاقه زوجيه طب ايه اهميه الموضوع ما ممكن الناس تقول لك ايه ده بالفطره يعني مش محتاج ان انت دكتور ايمن تفرد لها حلقه مخصصه النهارده طب يعني هو اجدادنا يعني جابونا ازاي يعني ده حاجه بديهيه يعني مش مش ان احنا نقعد نتكلم فيها في حاجه زي كده لا النهارده مع التقنيات الحديثه ومع ظهور وسائل تاخر الحمل الأنجاب اصبح ان احنا تقبل الناس انها تروح عند دكتور بتبدا نستكشف حاجات معينة في العلاقه الزوجيه هتقولي زي مثلا هقول لك في بعض السيدات مثلا ازواجهم نظر لطبيعه العمل بتاعتهم بتسافر الخارج فيبدا يقول لك مثلا انا بسافر شهر او يعني بقعد مع مراتي شهر وبسافر 11 شهر هو معتقد ان ده شهر كفايه لحدوث حمل وخاصه لو بيتم العلاقه الزوجيه في وقت التبويض كما هو متعارف عليه لا ده مفهوم خاطئ لا العلاقه الزوجيه اللي تسفر عن حمل هي على الاقل من مرتين لثلاث مرات اسبوعيا على مدار من 12 ل 18 شهر لان الحمل حاجه تراكميه ممكن ما يجيش من اول شهر او ما يجيش من ثاني شهر فانت النهارده ما فيش حاجه اسمها اقعد شهر مع مراتي وبعدين اسافر 11 شهر واقول لك لا ما صاحبتها حملت من ليله الدخل هذا كلام غير صحيح بالمره والمفروض احنا نحذفه ونتخلص منه في القاموس المجتمعي بتاعنا ده رقم واحد <applause> رقم اتنين في بعض السيدات مثلا او ازواج بقى ما بيسافروش بره طبيعة عملهم 15 يوم و15 يوم او شغل 21 يوم و7 ايام برضه ممكن يحصل عدم توافق في العلاقه الزوجيه في وقت التبويض هو يعني بيحصل علاقه زوجيه بيقول لك انا على مدار الشهر تقريبا مع مراتي ولكن بيحدث في معظم الاوقات انه الوقت اللي هو بتاع التبويض ما بيكونش مع المدام بتاعته وبالتالي ده يؤثر على حدوث حمل الطبيعي مستقبلا الموضوع الثالث بقى اللي هو برضو آه الناس يعني بتبقى ما بتظهروش قوي اللي هو موضوع التشنج المهبلي وغالبا الناس كتير ما تحبش تتكلم عنه والناس ما تعرفش ان التشنج المهبلي ولازم تعرف آه ان التشنج المهبلي ده حاجه آه موجوده في الطب وحاجه لها العرف بتاعها ولها التشخيص بتاعها ولها الادوات اللي احنا بنحاول نساعد بيها على ازاله هذا التشنج المهبلي اللي هو بيبقى فيه انقباضات في عضلات الحوض وفيه رفض لاتمام العلاقه الزوجيه من اساسه، يعني انا اعلم سيدات ما زالوا في مرحله العذريه حتى بعد مرور سنوات من الزواج، مش بعد مرور ايام او شهور، بعد بسبب موضوع التشنج المهبلي، فطبعا التشنج المهبلي المهبلي بيمنع العلاقة الزوجية وبالتالي لن يحدث حمل مطلقا فلازم برضو إحنا النهاردة ما كناش بنصارح الطبيب المعالج بتاعنا وإن إحنا عندنا مشكلة في إتمام العلاقة الزوجية طب يحدث حمل إزاي بعد كده مش هيحدث حمل يبقى دي كلها مشاكل العلاقة الزوجية في برضو مشكلة إحنا بنلاقيها إنه مثلا العلاقة الزوجية أوقات بيحدث فيها التهابات مهبلية في بعض السادات لا تكترث لهذه الالتهابات المهبلية وممكن تستمر العلاقة الزوجية في وجود هذه الالتهابات والالتهابات دي تصعد الى قناة فالوب، قناة فالوب ضاعت يا دكتور ايمن انتهت بسبب حدوث التهابات في قناة فالوب نتيجة صعود الميكروبات الى داخل قناة فالوب وبالتالي بيحصل ارتشاح او صديد في قناة فالوب يؤدي الى تأخر الحمل، يعني الحاجات البسيطة والبديهية ممكن بعد كده هو قال لك ايه يعني معظم النار من مستصغر الشر يعني الحاجات البسيطه آه اللي احنا مش عايزين نتكلم عليها لا هي دي اساس الموضوع. يجي بعد كده يقول لك اه طب ماشي طب ما العلاقه الزوجيه دي فيها راجل وست. طب انت النهارده يا دكتور محمد لو بتتكلم على الحاجه الخاصه بالزوجه، طب من هو المسؤول عن مجاراه الزوج في المشاكل بتاعته؟ هل طبيب الذكوره النهارده ممكن يكون ليه دور معاك في تشخيص الحاله؟ طبعا احنا واطباء الذكور يدا بيد في علاج هذه المشكله ليه لانه في حاجات انا بتكلم من وجهه نظر النساء ممكن يكون زوجها مثلا عنده مشكله في القصف عنده مشكله في الانتصاب في بعض الازواج عندهم حاجه اسمها عندهم السكر السكر بيصاحبه الدكتور ايمن زي ما عارف القصف المرتجع في المثانه وبالتالي الحاجات ديت انا ممكن اوجه الزوج لو انا استمعت الى التاريخ المرضي كويس جدا الى طبيب الذكور المختص هو اللي يعالجها مش طبيب النساء اذا طبيب النساء النهارده في حاجات يختص بعلاجها خاصه بالزوجه ولكن في حاجات اما يستمع الى التاريخ المرضي من الزوج هو هيبدا يحول الزوج الى الطبيب الذكور المختص يبقى انا النهارده المكاشفه والصراحه والصدق في نقل المعلومه من الزوجين الى الطبيب المعالج بيحل ل 90% من المشاكل التي قد تحدث نتيجه اخفاء هذه المعلومات <applause> وده مش عيب ولا حرام ولا يقلل من الرجوله بتاعتنا ولا يقلل من مظهرنا قدام المجتمع المشكلة إن إحنا يبقى عندنا مشكلة وإحنا ما نعالجهاش، هو ده هو ده العيب، هو ده حتى ده الحرام لأن إحنا لازم نظهر كل المشاكل بتاعتنا عشان نقدر نعالجها. إذا موضوع العلاقة الزوجية دي جزء من الثقافة الجنسية اللي هي المفروض مبنية على أسس علمية. إحنا ما بنيجي نتكلم على الثقافة الجنسية لازم الناس تعرف الأسس بتاعتها والعلم بيقول إيه، مش بنتكلم مجرد إحنا عايزين بنفتح موضوعات عشان نشد انتباه الناس، ولكن الحاجات ديت هي أساس المجتمع. هي اساس بناء الاسره بدون هذه المعلومات البسيطه احنا مش عايزين نتطرق الى يعني آه مع أحنا عايزين معلومات عايزين توقيت توقيت يعني آه احنا معلومات توقيتات يعني هو السؤال الاساسي توقيت العلاقه هل بيحصل قذف ولا لا؟ آآ آآ يعني بس بتحصل كم مره في الاسبوع؟ بالظبط لانه يعني الطبيعي يحصل من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع يعني حته مره كل اسبوع او كل 10 ايام ده كلام مش مظبوط طبيا أه. بالاضافه كمان انه العلاقه الزوجيه اما بتحدث بصفه مستمره بتخلي العامل النفسي للزوجين كويس جدا أه. لانه يعني هي موده ورحمه أه. وبالتالي اما يكون في لقاء ما بين الزوجين بصوره متقاربه ده بيخلي العامل النفسي كويس طب هتقول طب ما في العامل النفسي لا ما ده بيأثر على التبويض بيأثر على الاجسام المضاده بيأثر على درجه استعداد الرحم لاستقبال الاجنه بعد كده وبالتالي العامل النفسي احد اهم الاسباب المدفونه اللي ما حدش عارف عنها حاجه اللي بترفع من نسبه نجاح الحمل الطبيعي والحقن المجهري كل الناس بتهتم بالطب كل الناس بتهتم بالفحوصات بالتشخيص ولكن ما حدش النهارده دخل جوه دماغ الزوجين وعرف هل هم عندهم مشاكل نفسيه ولا لا المشاكل النفسيه دي ممكن تيجي منين من فهم معلومات خاطئه م. مجتمعيه ممكن تكون امها اختها صاحبتها مفهمها معلومات عن العلاقه الزوجيه طرق معينه في العلاقه الزوجيه زي مثلا ايه تتشطفي بطريقه معينه بعد العلاقه الزوجيه تقعدي نص ساعه تقعدي ساعتين فهي معتقده لو ما حصلتش المعلومات دي زي ما صاحبتها قالت لها هتكون ده سبب في تاخر حمل وتظل الزوجه اسيره لافكار مجتمعيه خاطئه تحملها نتيجه ما سوف يحدث في المستقبل مما يلقي العبء الثقيل على هذه الزوجه ويمنع تكوين اسره سليمه وهنا بقى النصيحه اللي احنا بنحاول نوجهها ان حضرتك النهارده اي مشكله بين الزوجين وخاصه فتره جس النبض في بدايه الحياه الزوجيه هي دي اللي بتبني عليها المستقبل كله هي دي اللي بتبني عليها التشخيص بتبني عليها خطة العلاج بانت تقدر تبني للزوجين دول مستقبل العلاج بتاعهم بحيث تقدر توجههم في الطريق السليم بحيث انهم ما يكونوش يعني اسير لأي افكار قد تؤدي بيهم الى الهلاك في الاخر لان الحاجات دي ممكن تنتهي بالانفصال ممكن تنتهي مشاكل كبيرة جدا ما حدش واخد باله منها امتى ننصح الزوجين بالحق لو في تشنج مهبلي قولا واحدا دون النظر دكتور ايمن الى مده الزواج هو اللجوء الحقن المجهري وبعدين نحل المشكله اللي بعدين يعني لو احنا النهارده بندور على حمل في بعض الازواج اللي هم عندهم تشنج مهبلي نصيحتي دون اللجوء الى حلول وعشان العلاقه الزوجيه لا دوري على الحمل الاول واعملي حقن مجهري لانه ده الحل الوحيد في هذا التوقيت الناس اللي هم بيسافروا فترات كبيره في الخارج لو انت النهارده موضوع الحمل فارق معاك كويس جدا وانت ده مصدر رزقك ومصدر عملك وما تقدرش آه يعني تمنع نفسك عن ان انت تيجي تقعد اجازه طويله مع مع المدام الجا الى الحقن المجاري مباشره لانه بيكون ده السبيل الوحيد ومش معنى ان انت لجات الى الحقن المجاري مباشره ان انت طول حياتك هتحمل بالحقن المجاري لا ممكن النهارده تحمل بصوره طبيعيه في حاله تواجدك بفتره كبيره مع الزوجه برضو المعلومه المهمه جدا جدا الناس المتزوجات حوالين سن السبعة وثلاثين سنه. هنا عندهم بيبقى فارق معاهم مش العلاقه الزوجيه على قد ما يفرق معاهم الحمل. فلو النهارده الست بتوازن ما بين العلاقه الزوجيه على سن وثلاثين سنه والحمل لا لو انت مستعجله حمل الجاء الى الحقن مجهري مباشره علشان انت في حاجات معينه زي مخزون مبر بيبدا يقل وكفاءه المبيض بتبدا تقل وجوده البويضات بتبدا تقل فالعوامل دي كلها مجتمعه تؤدي إلى تأخر الحمل. دي بعض الحاجات اللي احنا ممكن آآ آآ نقول عليها علشان تسرع من وتيرة الحمل. يعني ولكن لو توافرت الظروف الطبيعية من حيث مدة الزواج أو مدة لقاء الزوجين، الفترة الزمنية المسموح بها، أو عدد مرات العلاقة الزوجية في الأسبوع الواحد، أو تنظيم الدورة الشهرية مع متابعة التبويض، أو وجود الزوج فترات كبيرة، لو أنت وفرت العوامل ديت هذه العوامل هي التي تؤدي الى حدوث حمل فاذا انت ما عندكش مشكله اي حاجه تؤدي الى انه احد هذه العوامل غير موجود على الاطلاق هنا تحصل مشكله كبيره جدا وبيكون الحقن المجهري هو الملاذ الاول والاخير لعلاج هذه المشكله مؤقتا لانه اصبح تاخر الحمل اللي احنا فيه هو تاخر مؤقت نتيجه ظروف معينه خاصه بالتشنج المهبلي او سفر الزوب او وجود التهابات مهبليه فاذا طالما السبب مؤقت يكون الحل مؤقت نورت وشرفت نورتيني انت اللي <applause> طيب. منطقة مهمة جدا لازم الناس تبقى واضحة وصريحة فيها ولازم الناس تبقى فاهمة الطبيعة العلمية لكلمة حمل عشان كتير من الحالات وتأخر الإنجاب بيكمن أنا شايف في ثقافات لسه ما وصلتش للدرجة اللي احنا عايزينها في عدم فهم الناس إلى فكرة الحمل لازم يقروا الناس هتاخد من وقتك كل يوم ربع ساعة تتفرج على حلقاتنا نص ساعة تتفرج على حلقاتنا تاخد من وقتك كل يوم نص ساعة تقرا تقرا زي ما بتاخد من وقتك بتقرا تتفرج على ماتش كورة بتاع ده مهم جدا, جداً. أضيف بس دكتور أيمن استكمال كلام حضرتك أقل من دقيقة إن إحنا عندنا في دار الطب كمؤسسة إحنا مش مبدأنا الرئيسي هو الحقل المجهري عشان في ناس بتعتقد إنه دار الطب يعني حقل مجهري إحنا هنا مؤسسة بعتبرها مش مستشفى بس مؤسسة مسؤولة عن التوعية نشر الثقافة مسؤولة عن مساعدة الناس للحمل بأي صورة ممكنة تأخر الإنجاب تأخر إنجاب سواء كان طبيعي أو حالي مجاري ومسؤولة عن تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة علشان دي رسالة إحنا بنحاول نوصلها لكل من يشاهدنا أو يستمع إلينا في هذا البرنامج وهذه الرسالة وضحت في حوارات كثيرة أن أنتم بتهاجموا الاستعجال في قرار إنشاء الحمل والشعوذة والشعوذة طبعا <applause> ضيفي العزيز القيمة المال القديرة أستاذ الدكتور محمد إبراهيم استشاري حق المجهر وأطفال الأنامية وتأخر الإنجاب بمراكز دار الطب نورت شكرا دكتور وكالعادة أبدعت شكرا <applause> <applause> خليك كل الصحة دايما مع طيب. الدكتور طيب <applause> <applause>